بدعوة كريمة من حزب الخضر المغربي هنا بإفران الصغير نظمت ندوة محلية حول التغيرات المناخية ورهانات التنمية المستدامة. طبعا نشكر القيمة على الندوة لإطارة هذا السؤال. هذا السؤال اللي هو مرتبط بالوجود، هذا السؤال اللي هو مرتبط بحياة الكوكب، ونحن على أبواب القمم المناخية مع الأسف التي تخرج دائما ببيانات كوزماتيكية أو بيانات جميلية إن صح التعبير. الحياة فوق الكوكب تصطدم بجشع الكبار، بجشع الدول الصناعية الكبرى التي تساهم بكثافة في انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الهواء، بالتالي ارتفاع درجة حرارة الأرض. الأمر الذي ترتب عنه ارتفاع المياه بالبحار والمحيطات، وكذلك ظهور كوارث طبيعية خطيرة وعلى رأسها ارتفاع المهول لدرجات الحرارة. طبعا سيتساءل الجميع ما دور هذه الأحداث فيما يحدث محليا. تعلمون جميعا أننا اليوم ومؤخرا بإفران الصغير أصبحنا نستشهد درجة حرارة مرتفعة في العقود الأخيرة، أتحدث عن 10 سنوات الأخيرة الماضية. أصبحت المنطقة تعرف فيضانات خطيرة جدا، ولنا في فيضانات 2014 خير مثال على ذلك. أكثر من ذلك أن إفران الصغير كانت خزان من الواحات التي هي حبلى بالموارد الطبيعية. هذه الموارد الطبيعية التي كانت تستدام عبر تقنيات تركها لنا الأجداد، نحن مع الأسف الشديد لا أدري ما الذي يمكن أن نتركه للأجيال القادمة. لا أدري هل الأجيال القادمة بإفران الصغير بعد مرور 10 أو 20 سنة هل سيعلمون من مقصود بالواحة، هل سيعلمون من مقصود بتيويزي، هل سيعلمون من مقصود بالبساتين والحقول وجني الزيتون وما يرتبط به من العديد من القيم. طبعا التحديات المناخية لم تعد طابو أو لم تعد مشكك فيها، هي واقع مع الأسف الشديد يهدد حياة ويهدد الوجود. آخر ما وقع المجاعة الخطيرة في بنغلاديش و ذوبان الثلوج وتهديد الإسكندرية بالغرق أيضا جهة الميم ودنون أصبحت في مرمى هذه التغيرات المناخية. وتحدث هنا عن الأمن المائي، أصبحنا نعيش شح في المياه، أصبحنا نعيش هجرة قروية من البوادي إلى المدن، أصبحنا نعيش حياة صعبة جدا، نمط عيش تغير. إذن وجب أن نذوق ناقوس الخطر، وجب على الجميع أن يعمل، لنعمل محليا ومن أجل أن تكون لدينا رؤية شمولية وأن تكون لدينا إجراءات استعجالية حتى يخرج العالم من قاعة الإنعاش كما قال الأمين العام من الأمم المتحدة في القمة الأخيرة بجالاكسو. اسم عثمان لخي، الكاتب المحلي لفرع حزب الخوض المغربي في إفران الصغير وفاعل جمعوي. اليوم تم تنظيم ملتقى تواصلي بين الفاعلين الجمعويين والسياسيين وكافة المتدخلين في الشأن المحلي بإفران الصغير. الملتقى المنظم من طرف حزب الخوض المغربي جاء على هامش ملتقى المناخ العالمي كوب 26. هذا الملتقى حيث تم الاجتماع يعني اكثر من 200 دوله لمناقشه الاوضاع المناخيه والتغيرات المناخيه على مستوى العالم. على مستوى إفران أطلس الصغير تم ربط التحولات المناخية العالمية على تأثيراتها على مستوى الواحات باعتبارها إرث إيكولوجي مهدد بالانقراض، وقد سبق لمنظمة غرينبيس أن يعني قامت بتحذيرات للمغرب على مستوى الاهتمام أو من أجل الاهتمام ب يعني هذا الموروث الإيكولوجي. المداخلات كانت حول علاقة التأثيرات المناخية العالمية بالتنمية المستدامة محليا، وكذلك نقاش محور حول الزراعات الفلاحية التي تضمن تنمية مستدامة على مستوى تدبير الموارد البشرية الفلاحية على مستوى الواحات. ثم كان هناك نقاش المسؤوليات أو الأدوار ديال المجالس المنتخبة سواء محلية أو جهوية أو إقليمية، كذلك يعني المؤسسات أو القطاعات الوزارية المتدخلة في القطاع ومدى قدرتها على تعبئة مواردها وإمكانيتها للحفاظ على هذا الموروث الإيكولوجي وإنقاذ الواحات. كما كان هناك محاور أخرى تهم يعني استنزاف الثروات المحلية وعلاقتها
يعني دفتر تحملات كثير من المقالع والمناجم على مستوى إفران الأطلس الصغير التي تؤثر سلبا على المكونات الإيكولوجية لهذه الواحة. وقد خرج هذا اللقاء أو الملتقى بمجموعة من التوصيات، وهي توصيات موجهة للمجتمع المدني، للمواطن البسيط، للمجالس المنتخبة، للمؤسسات الأخرى من مؤسسات الدولة، وتهم وضع خطط أو ضرورة وضع خطط إجبارية لإنقاذ الواحة عبر برامج تنموية، برامج استثمار فلاحي، برامج وقاية الواحة من الانضطار، من الفيضانات، من التصحر، من الجفاف، وإنقاذ الفرشة المائية عبر سن سياسات للسقي وتستميل المنتوجات المحلية والاستثمار الجماعي والفردي للفلاحين في الفلاحة بإفران الأطلس الصغير.